بالنسبة للسؤال ديالكم، واش اللقاح متأخر ولا متأخر؟ هذا السؤال مهم. خصكم تعرفوا واحد القضية، بأن الحكومة درت كل الإجراءات اللازمة باش نحصلوا على هذا اللقاح في الوقت المناسب، لكن المشكل فين مطروح؟ ماشي على صعيد الحكومة. الحكومة خدات الإجراءات اللازمة ودارت الاحتياطات ودارت حتى مسائل ديال لا سيميلاسيون، شحال الوقت غادي يطلب لنا الوصول ديال اللقاح، كيفاش نخبيه، كيفاش هادي. ووزارة الصحة متنسقين مع وزارة الداخلية دارت الإجراءات اللازمة ديالها. ولكن فين كاين المشكل؟ المشكل هو أنه كتعرفوا بأنه الدواء هذاك اللقاح هو كتجي شركة أجنبية، فايزر ولا سينوفارم ولا أسترازينيكا ولا 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 سبوتنيك. ولكن المشكل المغرب دار لا كوموند ديالو، ولكن الشركة المنتجة عندها الطلبيات بزاف، لي كوموند بزاف. دونك مسألة ديال البرمجة، مسألة ديال الوقت. إنما اللقاح إن شاء الله غادي يكون في أقرب الأيام المقبلة، ولكن اللي أهم فشي كله، واخا يجي اللقاح واخا تلقحوا، خص المواطنين التزموا بالإجراءات الاحترازية ويقام تضامنين حتى إن شاء الله غلبوا على هذا الوباء هذا. وحنا مستعد متيقنين بالله سبحانه وتعالى أننا غادي نتغلبوا عليه فأقرب وقت إن شاء الله. بالنسبة للتأخر ديال اللقاح في المغرب، يمكن هو المغرب دخل لقاح، مي ردود الأفعال في العالم على اللقاح هي اللي كتعطي هذا التأخير هذا. يمكن تيقولوا كاينة فعالية، يمكن ما كايناش فعالية، يمكن. وأنا على حسب فهمي وقريت أنه كاين واحد بخصوص اللقاح الصيني، كاين هذاك المختبر اللي المغرب استورد منه اللقاح، هذاك اللقاح الصيني استقل يعني الاستقاله ديالو، درت شويه تاع واحد اسئله استفهام علاش استقل في هذا الوقت بالضبط. وحنا يمكن تبت انه مازال ما كايناش فعاليه اللقاح مع هذا، زعما ما كايناش فعاليه لقاح لهاد السلاله الجديده، يمكن هذا سبب من الاسباب. بالنسبه للتاخر اللقاح فهذا طبيعيا قد يندرج في خطط الدوله اصلا. ما يمكنش الدوله تجيب شي لقاح ما متاكداش منه وتحقر المواطن. هذا غالبا غيكون الاجراءات ديال الدوله، شي غتاخذ شي قرار ماشي تالين. دونك بالنسبه للقاح اعتبر ان الدوله تتخذ جميع الاجراءات من اجل الوصول، فلا نستطيع ان نلوم الدوله. فنحن ايضا نقول في بعض الاحيان نلقى بعض اللقاءات ويقول ان هذا اللقاح قد يؤثر على صحه الانسان. لا اعتقد. خصوص السؤال ديالك على القضيه نتاع تاخر اللقاح، انا كمواطن بصراحه يعني كجميع الناس اللي كنعرف ما عرفناش لحقاش كاينين تضاربات في الاراء وفي لي ميديا. اشاك فوا كنلقاو انفورماسيون في شكل، ما باقيش كنعرفوا شنو هو من الصحيح من الخطا من الاشاعه من هذا، يعني دونك ما عرفناش حنا كمواطنين عاديين، ما عرفناش واش فعلا كاينين. اخر المستجدات هو انه رئيس الحكومه بون قال لك بانه كاينين مضاربات، يعني كاينين مضاربات بالنسبه وكاين ضغط على هذا اللقاح. معلومات اخرين كتقول بانه بانه الاولي كتعطي للدول، يعني الدول اللي كاينين اللي عندها واحد القوه اقتصاديه وقوه وعندها واحد سميتو في العالم. دونك فوالا هادشي اللي كاين. قلت للمواطن بان هناك تلقيح واحد السيمانه، خصو يكون واحد السيمانه اولا دعطي ما معنى التبرير لهذا التاخر حتى لا يتسنى المواطنين. وبالتالي ان هناك بيكون واحد الفعاليه واحد الحقيقه للشعب المغربي باش يثيق بكم مره اخرى. لا يعقل اننا كنقولوها هنا التلقيح هذه بدا مثلا من نهار يوم الاثنين، وبالتالي ان المواطن كيتسنى شهر خور او شهرين. احنا كنعرفوا الله يحسن العون هنا مجموعه من الاجراءات والتدابير الى غير ذلك، ولكن كيتسناو المواطنين، وانا كمواطني كيتسناو القرار الصائب والصحيح
لا داعي ان نستناو عام او عامين او ثلاث سنين او اربع سنين، ولكن يكون جواب مضبوط.